النهارده حلقتنا مميزه لانها بتحمل يوم عزيز على قلوبنا احنا كلنا كاعلاميين. كل سنه وكل اعلامي مصر بخير، كل سنه وكل الاذاعيين في مصر بخير وسلام، كل سنه وكل رواد الاذاعه بخير وسلام. النهارده 31 مايو بنحتفل بمرور 90 عام على انطلاق الاذاعه المصريه سنه 1934، ورثت من جيل لجيل، ابتدت من هنا القاهرة وبآيات من الذكر الحكيم بصوت قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، وأيضا في احتفالية خاصة بصوت الطرب أم كلثوم وصلاح عبد الحي والموسيقار محمد عبد الوهاب. الإذاعة المصرية مهما مرت عليها سنين هتفضل هي الإذاعة الرائدة، منارة العلوم والإبداع والتميز والرقي، وأيضا منورة قلوب كل محبيها. صباحكم زي الفل، صباح خاص جدا. هذا الصندوق السحر اللي احنا شايفينه مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة كان بيحتل قلوب المصريين والعالم العربي. من خلال الإذاعة المصرية تم تشكيل الوعي والتثقيف والإبداع، لأنه في حد ذاته محب الإذاعة عارفين المعلومة دي كويس. الإذاعة بتنمي الخيال، بتطلق الطاقات للتفكير وأيضا للخيال والإبداع والتذكر، لأن أنت بتشغل حاسة هي مش موجودة في باقي الوسائل الإعلامية الأخرى. كتير رهنوا على فكرة أنه مع ظهور التكنولوجي، مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، هيتم اندثار وسائل إعلام من ضمنها الراديو، لكن الراديو تحدى وقدر ان هو يثبت نفسه ويقول انا باقي. ليه؟ لانه الوسيله الاعلاميه الاسرع والاسهل، الاسرع انتشارا والاسهل ايضا في التواصل. على فكره على مر تاريخ الاذاعه المصريه طبعا رواد كتيره جدا مروا على الاذاعه المصريه، اسامي عمالقه شغلوا بالهم وحملوا على عاتقهم هم إثراء الوعي والثقافة والمعرفة. دي رسالة على فكرة راقية جدا، ولابد أن احنا نرفع لهم القبعة، كل من عمل في الإذاعة المصرية، روادنا في الإذاعة المصرية. وهو السؤال هنا بيجي إزاي يعني من قديم الأزل، شوفوا من سنة 34 وإحنا بنقول بداية الإذاعة 90 سنة وإحنا فاكرين البرامج وفاكرين البروموهات حتى اللي بتتعمل، كنا زمان بتقول عليها الجناجل، الجنجل اللي بيتعمل ما بين البرنامج والبرنامج، اللي هي دلوقتي بقت بتقال عليها البروموهات اللطيفة واللي هي النقلات. الجناجل دي كانت بتتعمل بمنتهى الحرفية على فكرة، وعشان كده يمكن كلنا بنفتكر رواد الإذاعة واللي كانوا دايما قاعدين قدام الميكروفون، لكن في فنيين، في مهندسين أبدعوا أيضا في لمساتهم الفنية وإبداعاتهم، وكان ليهم لمسة فنية رائعة. أصوات الإذاعة بقى المصرية حدث ولا حرج، من أول من قال هنا القاهرة الساعة 5:30 يوم 31 مايو 34 أحمد سالم. أحمد سالم على فكرة قصة جميلة جدا، هو أصلا تخصصه هندسة طيران لكن ما اشتغلش فيها كتير، اتجه لشغفه وحبه هو الإذاعة المصرية، ومن هنا كانت البداية. على فكرة يمكن وقتها التقنيات ما خلتناش إنه يبقى عندنا ما يحمل صوت أحمد سالم بالشكل اللي احنا نرغب فيه، لكن عندنا الكثير والكثير من رواد الإذاعة، ومين ينسى الأصوات اللي أثرت فينا والبرامج اللي ساكنة وعايشة جوانا. زي ما بقول لحضراتكم شوفوا 90 سنة فاتوا لكن احنا فاكرين الكلام اللي بيتقال، الفقرات اللي كانت بتيجي الصبح مثلا والولاد رايحين للمدرسة، الناس العاشقين طبعا للراديو اللي كان بيكون بالنسبة لنا هو الروتين اليومي للأسرة المصرية، واحنا نازلين مش هكبر نفسي قوي يعني، بس دي الحقيقة انه ده الروتين بتاعنا الصبح واحنا قاعدين في البيت واحنا نازلين الصبح المدارس والام والاب وهم بيحضروا كده الفطار لاولادهم. الاذاعه هي اللي شغاله، وعلى فكره اللي محتفظ بهذه الميزه لحد دلوقتي هتلاقي عنده خياله مختلف عن اي حد تاني، طريقه تفكيره هتلاقيها مختلفه لان هو اطلق عنان اكتر لقدرات عقله انها تشتغل. رجوعا بقى لعمالقة الإذاعة، وهتلاقي دايما في تميز في الإذاعة المصرية، بنتكلم بقى على الإنتاج الغنائي المتميز، الأوبرتات الغنائية دي على فكرة كانت من إنتاج الإذاعة المصرية واتخذت بعدها في التلفزيون مش العكس، اتعملت أوبرتات مصورة بعدها في التلفزيون. عندك مثلا مسلسلات إذاعية
انتاج ضخم جدا، زي مثلا الف ليله وليله، الدراما الاذاعيه مشهود لها لحد دلوقتي ان هي مميزه، لانه هي بتراعي حاجات اصلا مش موجوده اصلا في العمل التلفزيوني او العمل السينمائي، لان هو بيعتمد على حاسه السمع، فبيحاول ان هو يعوضها باشياء اخرى. يعني مثلا صوت باب، صوت خطوات، الحاجات دي كلها بتخليك ان انت تفكر وان انت تبقى عايش اللحظه. عمالقه الاذاعه مش فقط جمال صوت لكن كاريزما. والجميل كمان في محطات الإذاعة إن كل إذاعة وما زالت طبعا ليها شخصية مختلفة عن التانية، تحس إن في بصمة كده هي اللي بتميز كل إذاعة عن الأخرى. يعني لما تيجي تفتح المحطة على صوت العرب، صوت العرب من القاهرة، صوت العرب ليها سمة خاصة. لما تيجي تفتح على إذاعة وتلاقي تسالي بصوت الجميلة إيناس جوهر وهي بتقول لك غمض عينك وامشي بخفة ودلع، هي الشابة، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، طبعا بصوتها الجميل، بأسلوبها المرح، بصوتها الضحوك، تحب تسمعه منها، تعرف ان انت على طول على إذاعة الشرق الأوسط. لما تلاقي عمنا الخال إمام عمر وهو بيقول ملخصات المباريات، تعرف ان انت على إذاعة الشباب والرياضة. البرنامج العام وعمالقة بقى أصوات الأستاذ جلال، أستاذ جلال معوض، وتفتح بقى يعني البرنامج العام وتشوف برامجه العملاقة وتشوف قد إيه كان الإبداع والاهتمام بالثقافة والفكر. وعلى فكرة يعني ممكن نقول الإذاعة المصرية كانت شاهدة على العصر، وعلى مدار تاريخها هي شاهدة على العصر وعصرها الذهبي في كل عصر بنعيشه. إذاعة القرآن الكريم حدث ولا حرج، عمالقة الابتهالات والتلاوة خرجوا من الإذاعة المصرية. ويكفي إن إحنا في بداية حتى الحلقة قلت لحضراتكم الشيخ محمد رفعت هو اللي افتتح إرسال الإذاعة. الشيخ محمد رفعت لما جه الشيخ الشعراوي يحكي عنه قال إيه؟ قال لو عايز تسمع تلاوة جيدة اسمع الحصري، لو عايز تسمع صوت حلو اسمع الشيخ عبد الباسط، لو عايز تستمتع بالنفس الطويل اسمع الشيخ مصطفى إسماعيل، لو عايز تلم بكل ده اسمع الشيخ محمد رفعت. فده جمال المبدعين اللي خرجتهم الإذاعة المصرية، تفرد في كل شيء، ريادة وما زالت مستمرة. النهاردة على مدار الساعتين هيكون عندنا فقرات خاصة بالإذاعة المصرية هنحتفي بيها احتفاء خاص جدا في عيدها وعيد الإذاعيين. كل سنة وانتوا طيبين.